بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ اليوم إن شاء الله بالدرس العشرين اللي خاص بأساسيات السي شارب. اليوم رح نحكي عن الستاتيك أند إنستانس كلاس ممبرز. أنا محمد ديما بتعرفن. في هذا الدرس رح نتعرف على الستاتيك كلاس ممبرز وأيضا الإنستانس كلاس ممبرز، وكذلك أيضا الفرق ما بين اللي هو الستاتيك والإنستانس ممبرز. كذلك أيضا رح نشوف بشكل عملي وين بإمكاني إني أستخدم اللي هو الستاتيك كلاس ميم ممبر، وين بإمكاني إني ما أستخدم الستاتيك كلاس ميم ممبر بشكل مين عمل. تمام، خلينا نروح على الفيجوال ستوديو وننشئ هون عمليه مين كلاس. هذا الكلاس راح اسميه اللي هو سيركل. هذا الكلاس اللي هو سيركل راح يحتوي على تو فيلدز. الفيلد الاول راح يمثل عمليه مين الباي، بالتالي راح يكون نوع من نوع مين فلوت. راح اسميه اندرسكور مين باي، وراح اعطيه عمليه مين الانيشال مين فاليو له، راح اتعامل معه على اساس انه مين فلوت مين نمبر. كذلك اذا راح انشئ متغير اخر بيمثل عمليه مين اللي هو الراديوس، وعمليه من نوع مين انتجر. اذا لاحظ ان عمليا في عندي هنا زي ما احنا شايفين عندي هون اللي هو تو فيلدز، او بامكانك انك تحكي تو انستانس مين فيلدز. تمام، الاول عمليا عملنا له انيشال مين فاليو، حتعمل انيشال مين فاليو لمين للثاني، بالتالي لابد اني استخدم مين الكونستراكتر زي ما احنا تعرفنا في الدرس مين السابق. حتى استخدم الكونستراكتر لابد اني نادي اسم مين الكلاس، وعمليا هنا راح اعمل انيشال مين فاليو لمين للفيلد اللي اسمه اندرسكور مين راديوس. معناته هنا عمليا راح احكي عمليا انتجر، راح اسمي هذا المتغير ب radius. بعد هيك مباشرة راح اجي انادي مين هذا الفيلد اللي اسمه underscore mean radius، وذلك باستخدام الكلمة اللي هي this كأنك انت عمليا منشي object من الكلاس. تمام، فبالتالي نحكي مباشرة this dot mean dot radius بيساوي عمليا مين القيمة اللي راح يبعثها مين اليوزر في الكونستراكتر. تمام، الان انا انشأت عمليا مين instance fields، انشأت الان instance constructor. فخلينا نيجي ننشئ مرة تانية اللي هي instance method. تمام، تطبع لي مساحة مين الدائرة. هاي المساحة الدائرة راح ترجع لي عمليا مين float اسمها calculate area. تمام، هاي بتمثل راح تجمع او راح تحسب مساحة مين الدائرة. تمام، مساحة الدائرة زي ما احنا بنعرف في الرياضيات اللي هي بتساوي عمليا باي مضروبة في نصف القطر مين تربيع، او طبعا بالماثماتيك اللي هي عمليا اللي هي باي مضروبة في مين في ار سكوير. تمام، فخلينا نيجي نحكي هون عمليا مين ريتن، كونها راح ترجع بيانات من نوع مين فلوت زي ما احنا شايفين. راح نيجي نحكي هون عمليا مين ذس حتى ادخل على مين على الباي والراديوس. تمام، انا ضامن انه الباي والراديوس راح يكون لهم انيشال مين فاليو، لانه الباي انا اوريدي معطيها مين انيشال فاليو، والراديوس مباشره راح يتم لها عمل انيشال فاليو عن طريق مين الكونستراكتر. تمام، مباشره نيجي نحكي هون ذس ضرب اللي هي ذس underscore mean by مضروبة في mean في this dot mean dot underscore radius، كذلك الأمر مضروبة مرة تانية في this underscore mean radius. الآن خلينا ننشئ عمليا مين two objects من هذا الكلاس. أول object راح أسميه اللي هو C1 equal new circle. أول ما ننشئ السيركل مباشرة راح ينادي الكونستراكتر اللي أنا معرفه، واللي هو راح يأخذ عمليا one parameter من نوع مين من نوع انتجر. راح أعطيه اللي هي عمليا نصف القطر اللي هو عمليا مين 5، ومباشرة راح أرجع أنادي مين instance mean method. حتى نادي instance method بناديها باستخدام مين اسم مين الobject اللي اسمه C1. فباجي بحكي C1 dot calculate mean area. calculate الاريا بترجع بيانات من نوع مين float، معناته عمليا لابد اني اخزنها في متغير من نوع مين من نوع float. تمام، فراح اسميها عمليا مين area 1 equal mean c1 dot calculate mean area. الان باجي بطبع النتيجه اللي هي اللي انحسبت، فبحكي console dot write line اللي هي عمليا اللي هي بنحكي عمليا area is equal to اللي هي خلينا نحكي هون عمليا whatever شو هي كانت الطبيعة القيمة هاي الموجودة عندي، راح أعطيها من خلال مين الarea مين 1. تمام، لو اجينا نفذنا كتر و F5 مباشرة راح يطبع لي عمليا مساحة مين الدائرة اللي نصف قطرها كم 5. الان خلينا نرجع مرة تانية ننشئ object تاني. تمام، وخلينا المرة هاي نسميه اللي هو C2. تمام، والمرة هاي راح نعطيه عمليا مين نصف القطر اللي هو خلينا نحكي 6، وخلينا نجي نطبع اللي هي الاريا تاعته ونسميها ونخزنها داخل المتغير اسمه عمليا مين area مين 2 زي ما احنا عمليا مين شايفين على النحو مين التالي. اوكي، فخلينا نيجي هون نحكي console.writeline الاريا راح تساوي عندي هون زي ما احنا شايفين اللي هي مين الاريا مين 2. اوكي، تمام، الان مره ثانيه باجي طبعا ما ننسى هون عمليا مين
بليس هولدر سنتكس، تمام؟ زي ما احنا عم يمين شايفين، اوكي؟ اذا لاحظ ان عندي عمليا عندي هون خلينا نجي نعمل كنترول واف 5 ننفذ البرنامج. يبدو انه في عندي هون عم يمين سنتكس ايرور. كالكوليت اريا تيكس 1 ارجيومنتس، تمام؟ سوري، هون عم يمين كالكوليت اريا ما بتاخذ وين اي باراميتر، تمام؟ لان اوريدي تم، لان اوريدي عم يمين بتاخذ مين الكالكوليت اريا، بتحسب الاريا عن طريق مين؟ عن طريق الفيلدز اللي تم تعبئتها، تمام؟ انا باجي مره ثانيه بعمل كنترول واف 5 وبنفذ مين البرنامج، راح يعطيني مساحه مين الدائره الاولى اللي نصف قطرها 5 ومساحه الدائره الثانيه نصف قطرها كم؟ مين 6. لاحظ اذا عندي هون عندي فعليا شو الفرق ما بين الاوبجكت الاول والاوبجكت الثاني؟ الفرق بالاول اللي بيناتهم انه اول واحد انه كان نصف القطر كم؟ 5، وكان نصف القطر في الاوبجكت الثاني كم؟ 6، تمام؟ لكن في كلا الاوبجكتس اللي هو C1 وC2 كلاهما كانوا بيعتمدوا على الباي، ولاحظ انه الباي عمليا قيمتها كم؟ كان قيمتها هي عمليا 3.14% تقريبا، تمام؟ إذا شو اللي بيصير أنا معاي؟ خلينا نفهم شو اللي بيصير معاي من خلال الرجوع للسلايدات اللي عندي هون. لاحظ إذا أنا أول مرة أنشأت عملية مين أوبجكت اسمه عملية مين C1، بالتالي عمليا هنا مسك اللي هي قيمة الباي وخزنها داخل مين؟ داخل الرام، وخزن قيمة الرياديوس اللي هي كم؟ قيمتها كانت مين 5. الآن رجعت مرة ثانية أنشأت أوبجكت مين ثاني، فرجع مرة ثانية خزن قيمة باي ثانية، تمام؟ قيمتها اللي هي 3.14% خلينا نحكي تقريبا، وكذلك أيضا رياديوس مين 6. لكن لاحظ إذا عمليا لو رجعت انشات اوبجكت ثالث، راح كمان مره ثالثه راح يخزن لي الباي كمان قيمتها 3.14% والريديوس بغض النظر شو قيمتها. اذا لاحظ اذا عمليا لو انشات 1000 اوبجكت، تمام، راح تظلها كمان قيمه باي تتكرر في كل مره، وفي كل مره راح يخزنها داخل مين الذاكره، وانا عارف انه قيمه الباي ما راح تتغير سواء انشات اوبجكت واحد او سواء انشات 100000 اوبجكت، تمام؟ بالتالي ما في داعي انه كل مره انا انشئ اوبجكت اظل اخزن في قيمه مين الباي داخل مين الذاكرة، تمام؟ وانا عارف انه هاي القيمة ما راح تتغير، فكان الحل انه فلاحظ انه هون عمليا في سوء استغلال لمين الذاكرة، فكيف عمليا فشو هو الحل المناسب؟ الحل المناسب انه انا عمليا اعرف قيمة الباي هاي مرة واحدة، واخلي كل الاوبجكتس اللي انا راح انشئهم عمليا يستخدموا نفس مين؟ نفس هاي مين القيمة، بالتالي انا عمالي بوفر في السايز اللي موجود داخل مين الميموري، بدل ما انا عمليا انشئ 1000 باي لاني انشأت 1000 اوبجكت، بنشئ مين مرة واحدة قيمة مين الباي، وبخلي ال 1000 اوبجكتس يستخدموا نفس مين؟ نفس هاي القيمة. بالتالي عمليا بالتالي اذا بدي اعمل هذا الحكي، بالتالي عم يجي مين الراديوس عم يجي لازم تكون مش انستانس، لازم تكون عم يجي مين ستاتيك. فحتى تكون الراديوس ستاتيك، فلاحظ انه عمليا اذا عملتها مين ستاتيك، بالتالي عم يجي سواء انشات اوبجكت ولا 100000 اوبجكت، كل هاي الاوبجكتس راح تستخدم مين؟ نفس مين هاي القيمه، بدل ما انها تكررها في كل اوبجكت انا عمالي بنشئه. بالتالي صار في عندي هون حسن استغلال لمين؟ للذاكره، تمام؟ تمام. إذا الآن هنا مرة تانية لابد إني أعرف مين الباي أز ستاتيك، ومجرد ما أنا أعرف مين هاي اللي هي الفيلد اللي هنا ستاتيك صار اسمها مين ستاتيك مين فيلد. ومجرد لاحظ إنه مجرد ما عرفت مين ستاتيك فيلدز مباشرة هنا عمليا أعطاني مين إيرور أو سنتكس إيرور، عمليا هنا عماله بيحكي لي إنه cannot be accessed circle dot underscore mean by cannot be accessed with an instance mean reference. وطبعا الجواب هو عمليا هو منطقي جدا، بيحكي لك إنه هاي الباي كانت قبل قليل كانت انستانس، لكن لما انت عملتها عمليه مين ستاتيك فيش داعي انك تعمل تدخل عليها عن طريق مين؟ عن طريق الذس. الذس زي ما احنا ذكرنا هي بتمثل انستانس، تمام؟ بالتالي ما في داعي انه انا عمليا مين ادخل على الباي عن طريق مين الانستانس. ليش؟ لانها عمليا هي ستاتيك، والستاتيك انا عمالي بدخل عليه عن طريق مين؟ عن طريق اسم الكلاس. فبالتالي باجي بحكي عمليا هنا بدل الذس بامكانك انك تيجي تحكي هون عمليا مين سيركل دوت مين اندرسكور مين باي. كذلك ايضا لسبب اخر انه كونها صارت ستاتيك هاي هي الباي، معناته عمليا كل الاوبجكتس عمليا راح يستخدموا نفس مين؟ نفس هاي القيمه، بالتالي كذلك الامر ما في داعي اني استخدم مين كلمه مين ذس. اذا في عندي سببين اني ما استخدم كلمه ذس، اول شيء لانها ستاتيك، والستاتيك انه معناته انت لازم تناديها باسم الكلاس، وشغله ثانيه اللي هو عمليا السبب المنطقي، تمام، انه هذا الستاتيك هو راح يكون شيرابل باي اول اوبجكتس، راح يكون عمليا مين مشترك بين كل الاوبجكتس، ففيش داعي ادخل عليه عن طريق مين؟ عن طريق الانستنس اللي هي باستخدام كلمة الذس، تمام؟
لأن لو رجعت دفتي البرنامج مرة ثانية ما راح يصير في أي تغيير على هذا مين البرنامج. فمرة ثانية بعمل كنترول وإف 5 راح تلاحظ إنه عم ينطبع لي مساحة الدائرة الأولى ومساحة مين الدائرة الثانية بدون أي مشاكل. تمام؟ لاحظ عندي هون أنا في عندي كان عندي هون مين static mean field. فحتى أعمل initializations لهذا الفيد اللي اسمه mean underscore mean by معناته لابد أن أنشئ static constructor زي ما كان عندي هون instance mean field. استخدمت عمياً هون instance constructor حتى أعمل initial value لمين لهذا الفيد اللي اسمه mean radius. إذن زي ما كان عندي هون instance field احتجت instance constructor. ولما يكون عندي لما يكون عندي static mean fields معناته أنا لابد أن أستخدم mean static constructor. فخلينا نجي ننشئ static constructor. فمباشرة راح تيجي تحكي عمياً public static circle اللي هي عمياً اسم الكلاس أنا بتعامل mean معه. تمام؟ وراح مباشرة هنا تعطي عمياً mean initial mean value اللي هو عمياً mean للstatic mean field اللي اسمه underscore mean by. تمام؟ فراح تيجي تحكي هنا عمياً mean by equal القيمة اللي انت عمياً بدك mean إياها. تمام؟ معناته عمياً ما في داعي صار اني اعطيه عمياً هنا initial mean value. تمام؟ الآن لاحظ إذا أنا شو اللي راح يصير معاي. إذا أنا عرفت هون عمياً mean static mean constructor حتى أعمل initial mean value لمين الstatic mean field. ونفس الفكرة لما كان عندي instance field احتجت عمياً لمين إلى instance mean constructor حتى أعمل initial value لهذا instance mean field. تمام؟ الآن لو أجيت عملت mean build وعملت build لمين لهذا السولوشن راح مباشرة يعطينا عمليا mean error ويحكي لي عمليا انه circle.circle access modifiers are not allowed on static mean constructor. اعترض على مين؟ على الconstructor. تمام؟ الstatic constructor. ليش اعترض على static constructor؟ تمام؟ اعترض على static constructor لانه عمليا له access mean modifier اللي هو عمليا mean public. لاحظ اذا عمليا مجرد ما تحذف mean public تمام بالتالي عمليا هذا static constructor عمليا بشكل default by default من عن طريق الكومبايلر راح يصير عمليا private. ايش يعني private؟ معناته انه انت مش راح تقدر تستخدم هذا static constructor الا ضمن mean الا ضمن فقط الكلاس اللي اسمه circle. تمام؟ لكن شو السبب المنطقي انه عمليا انه الستاتيك كونستراكتر ما في داعي انه يكون في له اكسس مين موديفاير؟ الجواب المنطقي وهو عمليا منطقي جدا انه ما يكون في اكسس موديفاير للستاتيك كونستراكتر لسببين. السبب الاول انه انه ما في داعي انه اليوزر يدخل على هذا الستاتيك كونستراكتر لان الستاتيك كونستراكتر هو فقط راح يتم مناداته بشكل اوتوماتيكي عن طريق مين؟ عن طريق الكومبايلر وراح يعمل initializations للstatic mean fields واللي بهاي الحالة اللي هي عملية mean اللي هي الباي. تمام؟ هذا هو عملية mean أول سبب. السبب الثاني كونه static constructor بالتالي عملية ما في داعي إنه يكون له access mean modifier لأنه عملية راح يتم إنشاؤه أو تنفيذه خلينا نحكي مرة واحدة فقط. راح نعمل عملية mean استدعاء مرة واحدة mean فقط وراح نثبت هذا الحكي بشكل mean عملي. الآن إذا مجرد ما شلت mean public عنه وراح نيجي مرة تانية نعمل عملية mean build لهذا solution ما راح يعطينا عملية mean build succeeded بدون أي مشاكل. وطبعا لو نفذنا البرنامج ما راح يحدث عليه أي تغيير. اللي أنا عملته فقط إن خليت mean اللي هي كانت instance field اللي هي باي حولتها لستاتيك وحتى عملها initial value استخدمت mean static mean constructor. معناته ما راح يحدث أي تغيير على هذا البرنامج وراح يعطينا مين مساحة من الدائرة الأولى والثانية. لكن اللي بدي أحكي لك إياه إنه هذا الستاتيك كونستراكتر راح يتم تنفيذه مره واحده فقط بغض النظر عن عدد الاوبجكتس اللي انت انشاتهم. تمام؟ معناته هو عمليا راح ينشئ راح ينادي راح يعمل انيشال فاليو لمين لهي الباي الاندرسكور مين باي بهذه القيمه مره واحده فقط. تمام؟ بغض النظر عن عدد الاوبجكتس اللي انت انشاتهم سواء انشات اوبجكت واحد او مثلا خلينا نحكي 1000 اوبجكت. تمام؟ وحتى نثبت هذا الحكي خلينا نجي عمليا نطبع مين الرسالة مين التاريخ. خلينا نجي نحكي عمياً مين هنا console dot write line. خلينا نجي نطبع الرسالة مثلا التالية اللي هي مثلا خلينا نجي نحكي هنا اللي هي static constructor mean called. تمام؟ وخلينا نجي هنا مرة تانية كذلك أيضا نحط عنا هنا جملة مين طباعة. تمام؟ عند وين؟ عند اللي هو instance constructor ونعدل مين هاي المسج لا إلى instance
constructor mean called. لاحظ أنا الآن أنا عندي كم object عندي هون؟ في عندي two objects. كونه هذا عمليا mean static constructor معناته راح يتم تنفيذه mean مرة واحدة mean فقط. في حين إنه عمليا mean instance constructors راح يتم تنفيذه مرتين. ليه؟ لأنه أنا عمليا في عندي two mean two objects. تمام؟ فخلينا نجي الآن ننفذه ونشوف عمليا شو اللي راح يصير معاه. تمام؟ خلينا ننفذه على النحو مين التالي. وفي كمان ايضا خلينا ننفذه كنترول ومين و F5. راح تلاحظ انه مباشرة اعطاني اللي هو static constructor مين called مرة واحدة، في حين انه instance constructor كم مرة تم مناداته؟ مرتين. لانه ايش؟ لانه هو عملية مين instance مين constructor. اذا اللي بدي احكي لك اياه انه static constructor هو عملية بيتم تنفيذه مرة واحدة فقط. والاشي الثاني اللي انا بدي احكي لك اياه انه static constructor بيتم تنفيذه قبل مين؟ قبل instance mean constructor. لاحظ أنه لما عملت كنترول و F5 مباشرة طبعا عملية مين الستاتيك constructor قبل instance mean constructor. الإشي الثاني اللي أنا بدي أحكي لك إياه أنك أنت قبل ما أنك تستخدم أي static field تمام بشكل اوتوماتيكي تمام داخل الكومبايلر راح يتم منادات مين الستاتيك مين كونستراكتر. حتى اثبت لك هذا الكلام خلينا نعدل شويه بالكود هون، وخلينا نيجي نحكي هون عمليه مين كونسول دوت رايت لاين. انا بدي استخدم مين اللي هي عمليه مين اللي هي الستاتيك مين فيد اللي اسمه عمليه مين باي. طبعا انا ما راح اقدر استخدمه مين هون لان انا خارج مين الكلاس اللي اسمه سيركل، بالتالي لابد اني اعرف مين الاكسس موديفاير تبعه اللي هو عمليه مين بابليك. غير هيك هو بعتبره عمليه مين برايفت، بالتالي عمليه ما بقدر استخدمه الا داخل الكلاس اللي اسمه عمليه مين سيركل. تمام؟ فإذا مباشرة راح أجي أحكي هون عمية مين سيركل دوت عمية مين أندرسكور اللي هو عمية مين باي. تمام؟ لاحظنا الآن شو اللي راح يصير معاي. قبل ما أنا أنادي مين اللي هو الستاتيك مين فيد اللي اسمه عمية مين باي، مباشرة عن طريق الكومبايلر راح يتم استدعاء مين اللي هو الستاتيك مين كونستراكتر، وراح يطبع لي مين هاي المسج، ثم بعد ذلك راح يعمل عمليه مين انيشال مين فاليو، وبعد هيك بيرجع بنادي استخدام، بعد هيك بيجي عمليه بنادي لك مين اللي هي الباي. اذا هون عمليه راح يطبع قيمه الباي تمام اللي هي عمليه مين 3.141. اذا هو عمليه نادى الستاتيك كونستراكتر قبل ما انه عمليه نستخدم مين، معناته عمليا بمعنى او باخر عمل انيشال فاليو لمين الستاتيك مين فيلدز قبل ما انك انت تناديه. تمام؟ اذا مجرد ما عمل كنترول و F5 مباشره طبع الستاتيك كونستراكتر مين كولد و 3.14 مين 1. تمام؟ اذا عمليا قبل ما انك تستخدم اي ستاتيك مين فيلد بتم منادات مين الكونستراكتر حتى يعمل انيشال فاليو لمين لهذا الستاتيك مين فيلد. تمام؟ وزي ما احنا عمليا مين شفنا بشكل مين عملي. تمام؟ خلينا نروح لمين السلايدات ونشوف عمليا نراجع الامور اللي احنا اخذناها. الان زي ما انا ذكرت قبل قليل انه انا في عندي داخل الكلاس في عندي شيء يعرف بالكلاس ممبر. كلاس ممبر شو يعني؟ الكلاس ممبر بامكانه انه يكون فيلدز ميثودز بروبرتيز ايفنتس اندكسرز كونستراكتورز. تمام؟ هاي المفاهيم الموجودة عندي هاي بتكون موجودة داخل مين الكلاس، بنسميها كلاس مين ممبرز. هاي الكلاس ممبرز إذا احتوت على كلمة الستاتيك كيورد معناته هي صار اسمها ستاتيك مين ممبر، إذا لم تحتوي على كلمة الستاتيك معناته هي عملية بنسميها نون ستاتيك ممبر أو إحنا بنسميها الانستنس مين ممبر. الإشي الثاني اللي بدي أحكي لك إياه إنه الستاتيك ممبرز بنناديه عن طريق اسم الكلاس، في حين إنه الانستنس ممبر بنناديه عن طريق اللي هو اسم مين الأوبجكت، زي ما شفنا بالانستنس ميثود اللي هي كانت اللي هي الكالكوليت اريا نديناها عن طريق اللي هو اسم مين عن طريق اسم الاوبجكت. تمام؟ تمام زي ما شفنا قبل قليل انه نادينا الكالكوليت اريا عن طريق مين؟ عن طريق اسم الاوبجكت او اسم الانستانس. تمام؟ كذلك ايضا انه الانستانس مين ممبر الموجوده داخل مين؟ داخل الكلاس. تمام؟ شو اللي بيميزها عن الستاتيك مين ممبرز؟ اذا انا انشات 3 انستانس تمام او 3 اوبجكتس معناته عمليا راح يكون في عندي عمليا راح يكون في عندي عمليا مين ثلاث اماكن داخل مين الذاكره. لكن في حاله انا عمليا كان عندي ستاتيك مين ممبرز وانشات 3 اوبجكتس بالتالي راح يكون عندي نسخه واحده فقط داخل مين داخل الذاكره. تمام؟ الإشي الثاني اللي هو الستاتيك كونستراكتر. انا ليش بستخدم الستاتيك كونستراكتر؟ حتى اعمل انيشاليزيشن لمين للستاتيك مين فيدز الموجوده داخل مين داخل الكلاس. وحكينا ان الستاتيك كونستراكتر بيتم تعريفها عن طريق اللي هي كتابه كلمه مين ستاتيك. تمام؟ وبعد هيك اللي هي اسم مين اسم الكلاس. تمام؟ كذلك ايضا الستاتيك كونستراكتر اهم ما يميزه انه يتم مناداته مره واحده، وهذا الشيء منطقي جدا لانه انا بدي اناديه مره واحده حتى اعمل انيشال فاليو للستاتيك فيلد.
تمام، الستاتيك فيلد راح يتم انشاؤه مره واحده، وبالتالي بيتم استخدامه عن طريق كل مين كل الاوبجكتس. تمام، بالتالي ما بيهمني عدد الاوبجكتس اللي احنا انشاناها. زي ما احنا شفنا قبل قليل انه لما احنا هون نفذ، تمام، لما احنا كيف عندنا تو اوبجكتس عندي كان هون، مباشره طبع الستاتيك كونستراكتور مين مره واحده، ما طبعهم مرتين زي الانستانس مين كونستراكتور، لانه الستاتيك كونستراكتور ما بيهم عدد الاوبجكتس تمام اللي بيتم انشائهم زي ما احنا شفنا بشكل مين عملي. في حين انه كذلك ايضا انه الستاتيك كونستراكتور بيتم مناداته قبل مين، قبل استخدام الانستانس مين كونستراكتور. اخيرا thanks for your listening and have a great day.